السلام عليكم. جاء في بلاغ وزارة الطاقة عن حصيلة نتاع النشاطات تاع الوزارة في ميدان الطاقة أنه مؤسسة سوناتراك حققت حوالي 60 مليار دولار أمريكي في حصيلة خاصة بسنة 2022 في يعني كجباية اللي يعني دخلت في الخزينة الوطنية. وكذلك انه وجاء في هذه الحصيلة ان الاستثمارات تاع الشركة بلغت حوالي 5.5 مليار دولار في سنة 2022، وكان بلغ الانتاج نتاعها الاولي الى 189.6 مليون طن مكافئ لطن ايكيفالون نتاع النفط في سنة 2022. وحنا نعرفوا ان صادرات البترول في الجزائر بالبرميل تساوي حوالي 1,100,000 برميل في اليوم. وكذلك بخصوص اجمالي تعداد العمال يعني تاع شركه سوناتراك بلغ في السنه الفارطه 2022 بلغ 55,400 عامل يعني في كل الفروع تاع سوناتراك. إذن كما دعمت سوناتراك مكانتها في السوق الدولية للنفط والغاز، وذلك بفضل 15 اكتشاف سجل يعني في سنة 2022، منها مع ثلاث شراكات مع دول أجنبية منها أمريكا وإيطاليا. كذلك من بيف الاكتشاف يعني تم اكتشاف الغاز المكثف في يعني في محيط عين أميناس بزوج أحواض، وكذلك في إليزي وفي عدة أماكن أخرى التي سوف تنضاف إلى إنتاج شركة سوناتراك في بالنسبة للسنة 2022. وكذلك حصلت في السنة هذه تاع 2023 إلى 6 اكتشافات في الربع الشهر الأولى نتاع سنة 2023، يعني حققت 6 اكتشافات جديدة تنضاف إلى 22 اكتشاف اللي تم الحصول عليها في السنة الماضية. وهذا يؤدي بنا إلى زيادة نتاع الانتاج للسوناتراك في ميدان البترول والغاز، يعني اضافه 30% نتاع نسبه النمو نتاع الانتاج تاع الغاز، وكذلك حوالي 17% نسبه النمو تاع الانتاج في ماده البترول. وهذا يعني تحسبا للبرنامج المسطر واللي سوف بموجبه تنتج الجزائر ما مجمله 150 مليار متر مكعب من الغاز في الى يعني في حدود 2024، 50 مليار كاستهلاك داخلي، و 100 مليار سوف تكون للتصدير نحو يعني بنحو أوروبا أساسا نحو الدول الأوروبية عبر إيطاليا. إذن هذا هو الإنتاج يعني اللي تم يعني الاكتشافات اللي تمت في 2022 و2023، أي ما مجمله 28 اكتشاف. إذن هذه هي. وللعلم أنه الجزائر حققت أكبر قفزة في تطوير الإنتاج الغاز البترول في العالم، يعني نسبة نمو، يعني حققت أكبر نسبة نمو في إنتاج الطاقوي في العالم بما يعني بمقدار 30.1% يعني النسبة تاع النمو تاع الطاقوي تاع إنتاج الطاقة في الجزائر، وهذه أكبر نسبة للنمو في ميدان الطاقوي عبر كل دول العالم التي تصدر وتنتج هذه المواد. وكذلك حققت أكبر نسبة من الاكتشافات
في ميدان الغاز في العالم، لأن فيه فرق ما بين نسبة الاكتشافات و يعني تطوير عدد الاكتشافات ونمو الإنتاج، لأن الإنتاج هو إنتاج فعلي، يعني إنتاج فعلي مصدر، أما الاكتشافات فهي القيمة تاع الاكتشافات هذه، يعني الكمية تاع التدفق اليومي للغاز أو التدفق نتاع البترول في الاكتشاف، فهي تعتبر كما نقولوا حنايا ديزيستيماسيون، يعني ديزيستيماسيون ما نقدرش نقيم يعني القوة أو الأهمية تاع الاكتشاف هذاك، ممكن يعني هما هذوك الأرقام سون بازي على العدد نتاع الاكتشافات، مش على القدرة أو القيمة تاع الاكتشاف، لأنها القيمة والقدرة والأهمية تاع الاكتشاف فهو مبني على ديزيستيماسيون يعني غير ما تكونش غير دقيقة. أما قضية الإنتاج فهي اكتشافات التي تم يعني وضع ليزانستالاسيون، وضع كل الآخر وبدء يعني الإنتاج فيها، اللي كما قلنا وصلت إلى 30% في التنمية تاعها، إلى كروسانس نتاع لا برودكسيون 30%، هو أكبر معدل للتنمية في العالم. وكذلك من ناحية الاكتشافات في ميدان الغاز اللي كما قلنا وعاود نقولوها، هو أكبر عدد نتاع الاكتشافات اللي وصل إلى 28 اكتشاف محقق، اكتشافات هافيريز. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.